الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. قال الله تعالى: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. ولا ليال المركب كوبات وأن السلام لنا سلامة إسلامك أنا جو نائبك علماء لما أنتوا سلام تاسوا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لبدن هبين نصور دافتي عاو كهري سحالي يهبين هوري وحينو محا موضوع انو كصاب سنة المؤاخاة مقوماتها ومفاسدها ولا لينتا يددك مسلمين تو اني ولاليهين وإلهي ولالي اينا ولا لمدو ذو كهر ريسو ولا لمدى النصب كأه وكدينتا ايه كالنصب كأو كالنصب كو اللي جحوك بدن يهي وكدين تو اي كحوك بدن تهي أرنتها سلسلة تأسيلية أو علمادو أي سفي عن وجه اللين مقومات الأخوة الإسلامية يتركها هي أساس كي يكون تاجن تهي أي على جسها اللي سدوا كلاتو وحال جها اللي هي مقومات المجتمع الإسلامي جودهان أي على جها اللي وحال جها اللي وح هاللين كرو مفسدات كه هي وح وحدي مية دعوية ولا لمداس وأيضا اللي تري أو علمادو أي كه اللين وحا كمدها او مجتمعنا مركي لفيري عذرديسا عذردي ugu weyn kamida midka ah التعصب القبلي تعصبك iyo reereenimada iyo isgarab istaaga iyo dulmiga in isku garab istaago oo ah waxyaalihii uu nabigu daaweeyay sallallahu alayhi wa sallam mujtamaaci laga soo dhaxsaarayna caanka uu ku ahaa ee mashhuurka ahaa oo ahayd inay isku garab istaagaan garab iyo gardaran isu gardarada iyo قرب أي سلتشيران أو استاجران. أرين تعص أيا لقى هاللي أو أي علماء ذي نصف عن وجه هاللي تعصب القبلي مفسدات كيسة. مركي مشكلة مركي الله شيء يجيب كذا. وحا أيضا لقى مارمان إن لو جد به حلقة علاج كي داوة داوة إن لو جد به عو أي ندوة إن نقدر ما نسه ندوة أو أه إن أرين تا شيخ كبدان محاضرة هذي تاي وهل شيخ وهاوش أسوي شيء ذي غالبا لكن ندوة مركي الله هو محاضرة اللي وذاق إيو أما محاضرات أي لو قف كبدان كقيب جليان مرك عاو حين وجد بينا ليبكى هنا هست لسلا الشيخ جال لسلا المامي داود يسأين وجد بينا سيدا وجد محاضرة ذي الندوة ذي عاو حا موضوع أه هل إلى خروج من سبيل ما لو جبها ليبكاس أما ليبكى هنا هست ما لو جبها متشرى يسأل لو جبها يا waxayna noqon doontaa laba mihwar ama laba qaybood bay noqon doontaa qaybta koobaad waxa inoo soo jeedin doona sheekheena sheekh maxamed abdi umal maal abdi umal jazahu allah khayran oo waxayna noqon doontaa tusaaleheena koobaad oo ah nabiga sallallahu alayhi wa sallam sida uu ku daaweeyay mushkiladaas waa mushkil jirtay ahayd mujtamaac jahiliga ah ee nabigu ka soo dhaxbaxay mujtamaacaadki kale ee dariska la ahaa ka jiray ama bulshooyinkii kale oo dhan cudur ay qabaan bay ahayn oo walaalkood markii uu dhawaaqdo oo dib ugu dhawaaqdo mayna waydiin jirin misaga gardaran mise waa laga gardaran yahay qaacidooyinkooda waxaa ka mid ahayd unsur akhaaka dhaaliman aw madluuman dibkaasu markaa ayagoo lagu dhex jiro ayuu nabigu yimid sallallahu alayhi wa sallam isagoo raxmadaho ilaahay dadka raxmadu u soo diray inaguna ay tahay inaynu ka faa'iideysano uu daaweeyay marka qaybta koobaad ee xadaradeenu oo 20 daqiiqo taqriiban noqon doonta insha allahu sheekha ayaa ku horeyn doona waana sida والنبي كدا وي صلى الله عليه وسلم مشكلة تعصبك مشكلة تعصبك هي بهيبت هي صناعة كل سن عنصر كي جنسي أما مذهب كي يوحى لميت كعسوك كدا وي وأمثلة وبنان دونتا تكلانا وحين نغن دونتا خطوات نحو حل مشكلة التعصب تاين نجا إن هاي ستة هذا اللفت هذا بالشدة إن هاي ستة أو طال لميت هاي سود النبي كدا وي سل لميت أي نغن دونتا وتصالح حاجة هره حاجة دنبنا النبي صلى الله عليه وسلم سوى الغدة يعني هو طاهر وشيخ التأسيل إلى الرعيو مجتمعين سينو داوين دونا وحانا مرتين وقوها والله تنك دقيقة دنبقى هذا دونا شيخنا شيخ محمد عبد أحمد عبد السمد جزاه الله خيرا أو أحد ضيوفته إن لتشوكته وقت غينا وصوحر وحانا وقفا يدي سندونا هدو ألا إله دو إن أين وحس ويدين أو هدي يقف إشكال قبي يهدون تشيرين هدي علماء دو سؤالها سؤاله إنك كافيا نوالك وذا كافتومي marka waynu bilaabayna waqtiga oo yar hadalka yaraanay insha Allah sheekhan ku soo dhaweynaya sheekh maxamed abdu umal fili tafadhal mashkuran wajazahu Allah khayran bismillaahir rahmaanir rahiim alhamdulillaahi rabbil alamin
وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ما بعد، أيها الأخوة في الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعن فينا يا موضوع انتي سبدا حينو بسليي علمدي لبدي هبيني هوري موضوع كهليسي وهي لابني واقبا قبو يوحي اينو مقالي ان اينو دقن قلينو وإلهي نو أنفع تبارك وتعالى وقت قوكو بندرادي قيبت إذا دامح كإله هذا نبي صلوات ربي وسلام عليه حيلي قال الصوت دري مجتمع لغا الصوت دح دري وحاج ري عصبية فربضا قبيالة تعصب نوعية كلا كديسان له مرقب يالدا يضل الشد اللي يسوها بروعد الله يسكد ظلميه إلى قاعدة أي نقطتي سيدو الشيخي أخونا محمد شحسن أنصر أخاك ظالما أو مظلوما ولالك ويو كوضا ولالك حق ضل الشد هادو قردرين يهي يهدي لغا قردرين يهي بقرب استاك وهل أنا إلا من غزية أنا قرر غزية بانا غزية هادي اللونتين وان للمي هادي هاقاكتين وان لهاقاكي في قي طولكي كما جانا تقوى طولكا إيو كبتابا لحدا لو قجر مركز سيدا سومالي دو أيولا هيد أصول نوعاسو كلا أبا جرتي مروحي أتعصبي جرين تقاليد إيهيده خلدان إدحلين أبيال يويال كسو قارين إنا وجدنا آباءنا يهيئن بضن حق كدي دين مربضن وحي أتعصبي جرين رولك وديغا مدى لوك التعصبي جري مرك لوحا لو تعصبي جري هوغانكا يضياشا هي مدحدة وهكذا تعصب كويتية بضم بولها مركي النبي جان الله صلى الله عليه وسلم مجتمع وحو كنا ولا وضعي وإك متك مانتجرة لنعي بضن وإك سواش وحي تاي مركي النبي جان صلوات ربي وسلم عليه وإلهينا تبارك وتعالى هاجي حكمة يا عقل نسيي داونا حنبارسنا مشكلة دانا حليي أو داويي تتكيبو أمري سيديبو سكو داويي صلوات ربي وسلام عليه سي آن أغردو حلقادنو أما أغشد القادنو إسداوين تا إي داوين تا أينو كتي لابسان إنبا أينو هلكا أغردو حلقادنو سيكوبان هدان أتل مامو كما قوضا قاري كريو لكن هدان سيكوبان أتل مامو مركا كوباد نبي صلى الله عليه وسلم وحو أمد قلوب تيدا كوحو تيي وحل إلادو الرابطة الإيمانية بدل كي أي دلاشي قبيالة إسوحي النايت أما الديغان أي إسوحي النايت وحلوغو بدلي مبدأ كقيمة بضان أو حريرك يحرق يسكو حرنان تا إيمانكو كينو إيمان بالغو ولا ليه إساقا اللوغو بدلي وحي هرودن إساقا سونا نبيغو حوتيه صلوات ربي وسلام عليه قرآن كنا واكا كعبري إنما المؤمنون إخوة مؤمنين تا إيغا أمبا ولا لا ولا لماذا إيمانكو وحي كحوك بدتي مدي النصبك مدكي مدي ديغانك مدي مصالح ده وحي يردن بالغا حوشي وحال يلي إنما المؤمنون إخوة إيغا أمبا ولا لا نبي صلى الله عليه وسلم أحاديث تيسا إساقنا هل كاسو مريو إلهي روحو قارسي نبي صلى الله عليه وسلم أو إله دو مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم مثل الجسد إذا اشتكى منه عضو
تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. مؤمنين تصفضوا وحويان هي تلمان تأيليه استعيل كودا مركا لفيريو سن حريص الشدودة استطري دودي استدن قشدودة مثال كيس وحي ولمي ذي هاي سيدي هل تشير أو كلب نبي صلى الله عليه وسلم هل كتشير وحل يقانا هل روح ليه هدو حب حنون صدو تشير كإنتي سكلوح لو ذاك يا قندا يا حنون كحب كهيا أو تشير كإنتي سكل سيحن ما ينصن ما يو بركة النبي صلى الله عليه وسلم إيمان دتك إسكو إيمان كهوحو كردي هل تشير أو كلو كردي هل روح تشير كي أو كلو كردي شركاسي وإسلا دنقضاء وإسلا فرحاء وإسلا نستاء وإسلا دباتوضاء هيركاسو قارسي محبة دي لغار ديجي محبة دي لغار ديجي وحي هادا كوهر لهيستي الوحر يريد شري ليسوه يلين شري ليسوه حدنا ونبي قبدالي صلوات ربي وسلام عليه مركا وانا قابل قوية قانو الدين تينو ددك أو مجتمع مركي وحكا ساريس وحن كتجا أول لميل هذا سيد غالب كي وحبال لوجو بدله تن كتجا لكن تنكو بدش. إسلام حديث كي النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم حديث يا أبي موسى المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا مؤمن مؤمنكم مؤمن كلو حؤيه سيد لست إسهاي سصوك له لست قيب قيب تكلي حوتشنيس قيب هذا بحض أنتي كلنا واتشل عيسى وغوريغا بلكوتيغا بلكوتيغا اسا صار صارو وي او قاربا قارك كلا ادكين يساس المؤمنين تكتل ما بين النبي صلى الله عليه وسلم مبدا ايمانك يا رابطه ايمانك ايا مركا النبي صلى الله عليه وسلم ددك كو وعي غليي تي قبيالدا يا قبيلكا يا نسبكا يا ديغانكا يا تاسا لوغو بدلي قابي اهيد وعي غلين اه او النبي صلى الله عليه وسلم واخ كو داويي تلاوه لواد أيضاً النبي صلى الله عليه وسلم مشكلة داسي وكده ويا وحي أهيد وحو مجتمع أموتي لباتة دا إلى ذا هاي قبيالة دا إيا تعصبك لو تعصب وحان حق أهيد لباتة إنك أولي أهيد فردك أولي أهيد مجتمع أولي أهيد قود أهان أكيني كرو الدنيا آخرة أبو النبي صلى الله عليه وسلم حوق ساري لأن ذاتك مركة ومسألة التوعية مركة ذاتك الله وعي قلين أيوه وإن لقنعيه وإن سيابك لقديسان لا تصه وإن لبات هذا التابسيه وفرت الله صاره ليره ورقب كانت شرع لب كان إيمان كري أدب النبي صلى الله عليه وسلم هو استعمالي ووحي لها وتصي وحاكم ذا قبي ألد وحي كنت خلاف يكال التقبي كنت يبربر وحو الشيقي قبي ألد وحي كنت إن أضعيفتان أودين أي باب أضو قبيالة دوحي كنتا إن أدلوذان وأد قيمة بيشان إلى النبي كو مثالي صلى الله عليه وسلم سيد الدلشان كوكال أما حاروالوال كوكال أو سحرد بني آدم كإنتو دودو ومدحة كوري حيي عنيوكال روحي قبيالة دي استهاءها حاروالوال بو نبي كرده صلى الله عليه وسلم دلشان بو كرده قشنا إلى هير كاسو قارسي ودلو بيسان بو شاك نبي صلى الله عليه وسلم وحو الشيغي وقرآن كنا أطل مامي قبيالة دا إيا وحان حق هين إن لو تعصبائي إني كيني كرتو أدوني آخرب إناد خسارتان وواك قرآن كنا شيغي وكنتم على شفا حفرة من النار نار بابد قرك أصار نيدان باليري إلهي بايدين بدبادييه يعني مركز قبيالة إيا وحيالك لإسوه يلين شرتين نار بعد قرك أصهر نيدون إن أتكود ضادتان هل يسوق شرتين لكن إلهي بإذن بدبادي وإذن كوبد بدبادي ولا التنمى إيمانك إذن كوبد بادي والنار تعد قرك أصهر نيدون إذن كوبد بادي مركا لنعيه فربضاً بألقة تساليه نبي قال صلوات ربي وسلام عليه حكما في صحيح مسلم الحديث أبي هريرة وحوليه من قاتل تحت راية عمية يغضب لعصبة أو يدعو إلى عصبة أو ينصر عصبة فقتل فقتلة جاهلية روحي كردنتا علن إن دلاء ووجهي سعدين علن كدقال كوا دقال أن وجهي سعدين وقصن وحقي باطل كيسو اسكو قصن يا روحي كردنتاي
asagoo oo qaraabo iyo qabiil u dagaalamay dadka ugu yeedhaya u hiilinaya sidaana lagu dilo dilkiisa iyo qaabka u dhintay waa qaabkii jahiliyada bu nabi guur sallallahu alayhi wa sallam alayhi meel adag baa la gaarsii kuwii diin la'aanta ahaa ee islaamka ka horreeyay jahiliyadaasay u dhiman jireen bu ruuxaas u dhintay waa marka heer fog bu nabi gaarsii sallallahu alayhi wa sallam oo masaawida iyo xumaanta ay qabyaaladu leedahay tacassubka xumi uu leeyahay bu nabigu aad ugu iftiimiyay ummadda si uga qanacdo ilaa heer la gaarsiiyo dhibaatooyinka ka dhalan kara inay tahay inay ka mid tahay in masaalixdiinna iyo danihiinna iyo dalkiinaba gaala qabsato waana tan maanta ina haysato waa waxaa ka mid ah qababka nabigeennu sallallahu alayhi wasallam uu daaweeyey oo qodobka saddexaad ah atatbiiqu alcamali markuu nabigu u sharxay in iimaanka lagu walaaloobo islaanimada lagu walaaloobo waxyaalahan kaloo dhan la tuuro xaqa loo tacasubo markuu nabigu sallallahu alayhi wasallam ka qanciyey kadib oo dhinacyo badan uga sharxay ayuu wuxuu bilaabay salawaatu rabbi wasalaamu calayhi inuu si camali ah asagu salawaatu rabbi wasalaamu calayhi uu u fuliyo oo u baragsgareeyo nabigu sallallahu alayhi wasallam oo dhaqan geliyo rasuulku salawaatu rabbi wasalaamu calayhi masaladaasina waa masalada lagu magacaabo mas'alatu almuakha bayna almuhaajiriina waalansaar mujtamaciisii nabiga sallallahu alayhi wasallam magaalada madiina kula noolaa laba qaybood bay ahaayeen qayb dad aan reer madiina ahayn oo bannaanka meelo kale ka soo hijrooday oo nebiga u yimid salawaatu rabbi wasalaamu calayhi oo magaalada sidaa ku yimid waa qaybta muhaajiriinta la yidhaah qaybina ansaar bay ahaayeenoo waa dadkii magaalada loogu yimid oo hantida ku lahaayoo deganaa oo aws iyo khasraj iyo qabaaisha noocaas ah dadkan marka waxay u baahan yihiin dowlad baa la dhisayaa kuwan meesha degan laftooda qabaaishani waa khilaaf baa ka dhexeeya way islayn jireen oo dad isufayow ma aha kuwan kor ka yimid waa dad magaalada ku cusub ood magaalada iyo deegaankoodii ma ahayn dadkan in laisdhex geliyaa la rabaa marka nabigu salawaatu rabbi wasalaamu calayhi tilaabo wuxuu qaaday markii dambe muakha la yidhaahdo muhaajiriintii bannaanka ka yimid iyo ansaartii magaalada loogu yimid buu labalaba u walaaleeyey nabigu sallallahu alayhi wasallam ninba nin buu ku lammaaniyo wuxuu yidhi kanaa walaalkaa ah waxaa gurigaaga ah xoolahaaga waa kula wadaagaa ilaa heeruu nabigu gaadhsiiyey salawaatu rabbi wasalaamu calayhi waad isdhaxlaysaan sidii nasabkao kalaa laga dhigay kaa kula walaalkaa ee laysku kin xidhay xataa haddaad dhimato wuu ku dhaxli hadduu isagu dhintana waa dhaxli waa isdhexgeliya marag nabi sallallahu alayhi wasallam nin walba nin buu ku xidhmay gurigiisa ku noolaaday wahaa kada masaladaasi marka heer waxay gaadhay dadkii aan is-aqoonin een isku qadiyada ahayn ee aan wada dhalanin ee aan isku deegaanka ahayn nebigu uu gaadhsiiyo salawaatu rabbi wasalaamu calayhi wax kastoo qaaliya inay isu huraan mithaal haddaynu soo qaadanno qisada fii saxiix albukhaari ku timid iyo keyrkiiba anas ibn malikin radia allahu tacaala canhu waardaahu baa wuxuu leeyahay cabdiraxmaan ibni cawf baa magaalada madiine yimid cabdiraxmaan waa muhaajiri markaasuu nebigu wuxuu walaaleeyey isaga iyo nin la yidhaahda sacd ibnu rabiic alansaari oo reer madiine ah markuu nebigu walaaleeyey sal alayh wasalam oo isku xidhay ayuu sacad wuxuu ku yidhi cabdiraxmaan cabdiraxmaan ow xoolahayga iyo xaasaskaygaba nisnis baan u qaybsanaynaa xaasaskayga intaad jeclaata waa kuu furayaa qaado guurso xoolahaygana haaf iyo haaf baan ka dhigay haafna anaa haysan haafna qaado dhalasha kama dhexayso deegaanna kama dhexayn laakiin iimaankii isku xidhka nebigu heerkuu gaadhsiiyey baa wuxay gaadhay inay isu huraan wax kastoo qaali ah markaasaa markuu saa ugu soo bandhigay ayuu cabdiraxmaan wuxuu yidhi baaraka allahu laka fii ahlika wa maalika dullanii cala asuuq xoolahaagii ehelkaagaba allah kuu barakeeye warniyow suuqa itus buu yidhi ganacsadaan ahay anaa xooggayga wax kula soo bixiya suuqa un adigu itus suuqii buu geeyey kadibna ganacsi buu bilaabay xoogaa faa'iidaa buu helay caano fadhiya xoogaa mala muxuu ah subag ah waxba maalmo kadibna xoogaa fiican buu helay wax yar kadib nebigu wuxuu arkay sal alayh wasalam cabdiraxmaanoo cadar ka soo kankamahayo war cabdiraxmaan see wuxuu jiraa yaa rasuul ilaahay waan guursaday
وما حد قبر ديسيس هذا لف تمر لف تمر تمر لفته واحد اللي يقول ذهب بان أسي مهر أسي مركز النبي يقول صلى الله عليه وبركة نف أري وليمه وقلب النبي صلى الله عليه وسلم مرك عبد الرحمن مرك يدم بوح النقض تاجر حول بضم بو النقض وتشدد واحد تاع مرك إسكحير كا توسكا إدت كل إسدح قليه وحنا ده يدهان إنتجريشن كا يدهان دتك اللي استحق ليه والله ولا ليه والله بالله بقيه دتك سوي ما دانه استحق لان أو تلاب النبي جن وحكدة ويبه صلوات ربي وسلام عليه مركي ضمنا مره هذه لجوستي أو مجتمع عصر المدينة دولة النبي صلى الله عليه وسلم كو استحقتي مركي ضم بأدون كجارسية إسلام كفتوحات كفرتي عالم كفرتي النبي صلى الله عليه وسلم هل كاسو يعني وحوي ساسو أتكي أو ولالو كده النبي صلى الله عليه وسلم تلا بعملية هيد ورسولك قاضي صلى الله عليه وسلم وحكم إذا النبي جن سلامات ربي وسلام عليه سيابه أو داوين شري مجتمع ولالها إيمان كلجو ولالي وابن آدم نفي الشيطان بالحريرة مرمرك قارك وضحك دقي كريسة إن أي مشكلة أبورنته منافقين بأبوري شيطان بأبوري ذاتك وإسكودري نبي قصر سياسة دي سواها كم إذا هاي مر الله مركو لبكو صوب الله وضبه وكورتك جر وإصلاح انجر لأن السيد الصومالي دو تلاهدو بلايو هاي دبنا الله قبطي ليه ده موية دبال الله قبطي مالي كهرتك بي موية كليه ليه ده موية كدبطك مالي انت إنا مركو سيوين أنينو لغا فائده سن إن رقبا ميلاها تاكتاغان وبلايه ده بكاشا قيبا أيو نبي صلى الله عليه وسلم ماشي ده كود دمينجر بسوين دورة إلى ذهي أدن سوق هذا النقار كم إذا مثلا نبي صلوات ربي وسلام عليه مركي منافقين تقوري جيسا عائشة مركي حمان تكو شيئين ومدبل أن نبي رفاسنا صلوات ربي وسلام عليه مركي دنب نبي صلى الله عليه وسلم يا معشر المسلمين من يعذرني من رجل بلغني أداه في أهلي نمبو كدعو ذي منافق قايل ليشر عبد الله بن أبي بن السلول ورنين كاسيا إيجا قبتبو المسلمين تيو ليب كي سرهر كي يجيبو قاري ورهر كي يجو حمان كوما أوغي نين كان أي توهمين وحكوش إيجا هيانا نين خير آنكو أوغا هيوي ولي جينا قوري يرهر كي يجو مبا قليم با إساقو إلا صعودان موي ورنين كايا إيجا قبت صحابة دي بولي نبي صلوات ربي وسلام عليه مركو سيدا يلي أيا وحا استاقي سعد بن معاذ ري أوس أيو أغاس وحا وضيقي أوس بوها قبيل كأوس مركزو رسول الله يو إلهي بان كوت دارني أنك كا قواني نبو هادو رير كان أنوغو أوديغا أوو أهي كتنا شاينا قورتان كوت نفاني نبو قورتانو عسيني نوديلين هادو رير كان ولا لهان خزرج كتنا شاينا أمر بان نسينو أمر كاقان كفوليني نبو انتا مركو نبي صلى الله عليه وسلم أوديغي ري خزرج قويس كا أوو كتنا شايني كان ري خزرج أضيقه ذي ولدي يجري إسقنا لدي يجري سعد ابن عبادة أيام مركز أبوذي حقا فعلا قاضي رضي الله تعالى عنه وأرضاه سي عائشة لهذا مركز أحيولي كذبت لعمر الله لا تقتله ولا تقدر على ذلك أبوذي بابات شكت أبوذي إلهي بان كل أرتي من الدليل كرتيد أكتي سنة ممر كرتيد بولي من أعوذي كرتيد والسيد ابن حضير اللي لاحظه oo isagana ree aw soo oday aha ba soo istaago wuxuu yiri kadabta la amrullah ada been ala abu ah ilaahay baa ku dhaartay ada been sheegay buu munaafiq baan da taybu waana dilayna buu munaafiqiinta la u dooda sidaadaba munaafiqna waat ah waana arki doonta waan ka taqallusayn labadi reere aw si khazraj wala isku qamaway marka fitna ka caday khatar bay gashay gacmaha in la isla gaaray hal isu gaad نبي صلى الله عليه وسلم على مركي قادي هاوشي سي او نمبا واب هالمامي وحب الله بإنو مركي دكيو وروك هذي وروك هذي وروك هذي إلا أي هاوشي دكتيب نبي كود احجري صلى الله عليه مركا فتنة دا كعدي كما آموسين وفراها كما قادين وحي سي بإنتو هالمامو كتغيب مركي بالله بإنو نبي صلى الله عليه وسلم وماشي دا كوباب إيو صلى الله عليه وحكم إذا هيد سيدو كالي دولان كي لديه تشري مريسي عم بن المصطلق سنة كي لحاد بو نبي قد دولي صلى الله عليه وسلم صحابة بضان المهاجرين على السعودية أنصارة أيضو دقال كي لقو مقية أيان نير مهاجرية وعيار بضنا
dad waxa jira moqti iska ciyaar badan oo kaftan badan oo mar walba uu ciyaara nin ciyaar badan buu ahaayo nin reer ansaareeda asagoo la ciyaaraya ayuu dabada laad kaga dhuftay mise darbaax uu ku dhuftay ninkii reer ansaareed shalay bay ka noqotay aad buu xanaaq kadibna waa laysu habar wacday yaa lal muhaajiriina yaa lal ansaar tolaay muhaajiriinay kii kana wuxuu yidhi tolaay ansaaray waa laysku sigtay markan qabiil ma ahe laakiin waa gruubiyo soomaa waa magac sharci ah markay habar wacashadu harkaa gaadhoy khatar galeen nabigu salawaatu rabbi wasalaamu calayhi markiiba hawsha waa soo dhex galo waa damiyey maa baalu dacwa ahli ljaahiliyati war maxay tahay habar wacashadii jaahiliyad oo dhexdiina ka yeedhaysa maxay tahay kadibna wuxuu yidhi maxaa dhacay waa warsaday waa loo sheegay warkiisay wax u dhaceen markaasa nabigu wuxuu yihi sal alay wasalam dacuuha fa innaha khabiisa wa fii riwaayati fa innaha muntina iska daaya buu yihi waxaan habar wacashadan jaahiliyada ah daaya buu nabigu sal alay wasalam waa qashin ama waa wax uraysa buu rasuulku sal alay wasalam odaygii munaafiq ahaa oo israbay inuu arintaa ka faa'iidaysto nebigaa ka hor dhacay waa si joogayo jaaniskanuuba gaadayayba ilaan mar walba wuxuu rabaa in laysku dhaco uu meesha ka dhex faa'iidaysto oo nebigii iyo wixii la socday meesha ka qaxaan oo odaynimadiisii iyo kursigii u salaxnaa uu soo ceshado hawshana isagu u taagan tahay wax kale ma leh arrintii buu ka war helay laakiin goormuu kaal xilli nebigu arrinta xalliyeyba markaasaa wuxuu yidhi oo ma dhacday ma nebigii muhaajiriinta martida noo ahaa baa maanta heerkaa gaadhay miya haa waa markuu leeyay marka lain rajacnaa ila almadiinati la yukhrijanna alacazu minha aladal haa walle magaalada waan ka saari buu yidhi nebiga iyo wixii la socdaba waanu saari doonaa waa markuu leeyahay annagii iyagu waxaanu nahay oo kale ninkii yidhi oo kale eygaaga cayili ha ku cunee ma nimankaanu soo dhoweysanay magaalada aanu dejinay gabdhaha siinay aanu baa maanta annaga nuu kacay miya haa weliba intaa kuma ekaanin wax badan buu ku sii daray cumar ibn khataab baa wuxuu rasuulka ilaahay ninkan aan qoorta u caseeyo munaafiqan dhibka badan anooga raaxeeyo nebigu wuxuu yihi sal alay wasalam lagu sheekaysan maayo maxamed saxaabadiisii buu laynaya ninkan dadku ku dhex jira saxaabi buu u egyahay salaadii iyo masaajkii iyo safkii waa ku dhex jiraa maanta haddaynu dilo soo dacaayad inaga biximayso oo maxamed raggiisii buu laynaa la dhihi maayo war inaga daabuu sidaas weeyaan marka nebigu salawaatu rabbi wasalaamu calayhi waxaa ka mid ahaa qaabka uu daaweyn jiray dhibka waa ka hortegi jiray salawaatu rabbi wasalaamu calayh aan soo kabagabeeyo waqtigaa dhammaadee waxaa ka mid a nebigu salawaatu rabbi wasalaamu calayh mujtamaca sidiisaba mujtamacu waa tayaar yacni waa awood awoodda mujtamaca nebigu sal alay wasalam uma dayn jirin inay iska fadhiisato oy sheekaysato oo isku mashquusho laakiin mar walba ummadda oo wada socotaba waxay lahaan jirtay qadiyad ay waajahayso soo maa xaalad taagan baa jirta jihaad baa lagu jiraa cadow baa jira xaalad baa jirta inta mujtamacu qadiyad leeyahay uu ku jeedo isagoo isku mashquuli maayo laakiin maxaa dhacaya markuu qadiyad la-aan noqdo asagaa isku soo noqonaya waa sida tayaarka korontadoo kale ama biyaha socdoo kale haddii wax hor istaaga oo ay socodka socon waayaan ayagaa isburburinaya soo maa marka nebiga siyaasadiisii waxaa ka mid a ummadda in la jiheeyo oo qadaayaadkeeda iyo masaalixdeeda loo jiheeyo cadowgeeda lagu jiheeyo oo aan marna jaanis la siinin inay iyadu gudaheedu isku soo noqoto salawaatu rabbi wasalaamu calayh siyaasaadkiisii bay ka mid ahayd haddaan soo gabagabeeyo cilaajka tacasubka nebigu sal alla alay wasalam iyo casabiyada wuxuu u maray tadaruj si tartiibu ku cilaajiyay marar fara badan waxaa dhici jirtay mithaal haddaan usoo qaadanay ninkii la yidhi jiray cabdullahi ibn ubay ibn saluul nin odayo wuxuu ahaa reer madiine ah markuu nabigu magaalada madiina imaanayana wuxuu u rashaxan yahay labadii qabiile magaalada degayaba inay suldaan ka dhigtaan oo oday ka dhigtaan markuu nebigu magaalada yimid baa laga guuray waxoogaa waa xanaaqayo kursigaygii maxamed baa dhacay buu la soo istaagay kursigaygii maxamed baa dhacay waa siduu rumaysnaa waa kursigii soo ceshaa gashay marka nebigu salawaatu rabbi wasalaamu calayh marar fara badan oo khaladaad muuqda uu sameeyey ma dilin farwuu ka qaaday ilaa uu iskii u dhintay marka uu dhiman doono wax yar ka hor yuu nebigu wuxuu ku yidhi cumarow maalin waadigii ku qamaamahayo waan dilayaa lahaaye maalinkaa haddaad dili lahayd soo rag badan uma xanaaqeen oo uma ficiloodeen oo naar iyo balaayo mayna u galeen haa waay ila nin odayo la raacsan yahay buu ahaay
ما أنت سهدي للدلو ما بي كلتا إنه هل روحه حناقلها حتى ويل كيسون هالنقطة ما يبوي مسألة ده مركب ماشي إذا لقوا السماء سمارت النبي صلى الله عليه وسلم تدرج داوينته سترتيبه قادن شرو ما أنت محاصر تقلقه بري محاصر تقلقه صادم محاصر تقلقه ماني والبتلابة ده مناسب كابو قادي شري أنت كلي وقت جاد ولا بني هين ولا سوق شري وترتيب النبي وجود بشري صلوات ربي وسلام عليه مركب قابو كاس أيام قصة أورورين أيام النبي قابك وداويه مشكلة داسي اجتماعي جاه إيه هاي ستي دتك حل جاتشري أما مركب قاركود بسوب حيسي داوين النبي جانو تلابوي إنك أي وحلم إذا أيق قادني هذا بالله توفيق وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم شيخ إلهي عكاب المريو سيدا وروح بدن أو ينعقو الرمي النبي صلى الله عليه وسلم سيدا وكل داوين شري مشكلة دي جرتي لمدة هاي تاني نجينا هاي ستة يتسألون كا حاجة تطبيق يا حاجة نظري يا أما حاجة رأي يا ركتدا يا حاجة فلنتا صلوات ربي وسلامه عليه وحنا هدنا وجود بدورنا إن شاء الله لو تنطق غير صوص عضلينا نسين دورنا شيخ شيخ أحمد عبد الصمد وكهل دورنا خطوات نحو حل مشكلة التعصب القبلي ومعناه ذو يهي طلابوين كالله قادة يسير الله حل لها مشكلة التعصب الهيارك قصة ليسان وآهميد بلشده إنها يستطى إنه كدول إنه كتلاب قادة إن سيد النبي يلي صلى الله عليه وسلم يهدي يسي وضده أمري إذا الله مريه مركة شيخ آيان قصة دوين يا فليتفضل مشكورا جزاه الله خيرا الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. جزاه الله خيرا شيخ يا سيدي النبي عليه الصلاة والسلام مشكلة نوح لي يعني إن وصل بنقي إنجو مركا إنجو النبي كدنا عليه الصلاة والسلام فرسما أهان سيدي أينو تلابوين إسكوحيقا أقادي لهين وكل ما نيا إن أينو ورالا إسجعالا إسكودوبا نقونو مشكلة دها داد كينا إسكوهر كينا يو قبيالا دو وقشر بلان تهينا أينو وقبسكون لهين أيان سيكوبا أترين دونا تلابة دا كوادي وحوية إن أينو هالله داد حلقة أو إسكودوبا أو إسوكاشانا يا سيدي أي وحوق قبل لهاين مشكلة داس تدخل له إسكدوبا أو إسوك عشان يسوي مشكلة دا وحوق قبل لهاين إسلام راهان تاسنا صورورنا يا دت كونا كسن يا مسلمين تاء تصالنا أنقنا يا وحنا مودجها نمنكي شنتها إيجوي صحيفة دي لقو قدوم يي نبي عليه الصلاة والسلام يي اهل كيسا هل نمبا فكرة دو كسور دعضي نأفر نينو كلو مدبا مر لها دلاي مركي شن نقدينا ويشيرين فرسما دي اي ظلمي غاس كبورين لهايين اي اسلقارين وانا كقوليستين مركي وحي اباهان تهي كوحولا او اسحلق انتا او ايقو اسكو كرسون او اسكو دوبا هاوشا سن اتاقا انت كلنا تسارى النقطة هل كنا جودنا وياهاي إن أنا شقده ذا سمرنا كبيرين يا قوات كريستان لبعتذا وجا إيمانا يسكو صبران دتك وحما جرت ذا هي كحد كذبي يا إسك عفيان أن دنك جلين عدي معارض دائما نقد دائما تهم يسته أما حتى كوبين أبورته إلى أي وشدده ذا كجاريان dad ka noocaas in la helaan u baahan bulshada oo dhan hal maalin ma wada istaagi karto laakiin xulkaas aan u baahan dadka xulka maxay doonayaan inay xaqiijiyaan waxay doonayaan inay arkaan shacabka Soomaaliyeed oo walaalobay oo isjecel oo isku duuban oo isu kaashanaya xaqiijinta danihiisa adduun iyo aakhiro isla mar ahaantaasina ka hufan oo ka fog wax walba oo walaalnimadooda iyo midnimadooda wax u dhimaya oo ay qabyaaladu ugu horeeyso
shaqada ay qabanayso kooxdaasi ama ay hormuudka ka noqonayso marxaladay maraysa marxalada hore oo taasiiska iyo takwiinka ay wax aasaasayaan ama bilaabayaan oo la doonayo inay sameeyaan barnaamijkii shaqada ay ku qaban lahaayeen ahdaaftiisa maraaxishiisa khudooyinkiisa wasaailkiisa asaaliibta ay raacayaan siyaasadiisa ilaa aakhirihi in raggay xulan lahaayeen meesha shaqada ka bilaa in raggii waa aasaaskii marxaladii aasaaskii marxaladda labaadna waa howlgal maxalli ah maalan reer nairobi markay aasaas ka sameeyeen nairobi baa laga howlgalayaa waayo meel walba oo shacab soomaaliyeed joogo ayaa xanuunkani ka jira jifada u hooseysa way sii kala baxaysaa marka meeshan aan degannahay aan xallinno horta markii qolo waliba ay aasansanto oo meesheeda ka howlgasho tillaabada xigta waa ambaqaad guud oo loo dhan yahay oo dhinac walba taabanaya oo lagu dhaqaaqo oo muddo socda intii loo qorsheeyo ama loo arko inuu mushkiladii xallaysantay marxaladda u dambaysa waxaan u bixinay marxalatu tawdiin watarsiikh waa dejin mashruucii barnaamijkii fikraddii ayaa la dejiyey dhulkay degtay dhidibadaa loo aasay waxay isu bedeshay caado walaalnimadu iyo dhaqan iyo suluug iyo faham iyo dareenkii bulshada oo dhan baa isbedelay hadda waxaynu nahay bulsho lagu sheegi karo baraamiil ay baaruud ka buuxdo oo wax yaroo daba in la taabsiiyo u baahan oo qarax diyaar u ah iyo gubasho baynu iska nahay hal hadal baan ku diriraynaa hal ficil oo nin mooryaana sameeyaan ku diriraynaa marka waxaan u baahanahay marxalad inaan gaarno taa cagsigeeda ah oo walaalnimadu ay ina degtay oo dhaqan iyo faham iyo dareen iyo suluug inoo noqotay intaa waxaa ku xiga inaan soo qaadno dadka mashruucan ka qaybgalaya waa bulshada qaybaheeda oo dhan qof walbana wuxuu kaga qaybgalayaa wixii ilaahay siiyey oo uu karo oo aqoon ah oo ra'yi ah oo khibrad iyo waayo aragnimo ah oo xoog ah oo xoolo ah oo weji ah wixii ilaahay siiyey oo dhan ayuu u hurayaa mashruucan qof walba meesha iyo kaalinta kaga aadan ayuu ka qaadanayaa dadkaasi dabcan isku darajo noqon mayaan dad hoggaan ah oo xul ah oo hormuudana way jirayaan dad la shaqaynayana way jirayaan iyada oo dadku ay wada muhiim u yihiin ayaa dadka sida gaarka ah wax uga tari kara mawduucan waxaa ugu muhiimsan dadka dadka la hadla culimada iyo ducaadda bahda waxbarashada bahda warbaahinta iyo dadka suugaanyahanka ah afartaa qolo waa dad dadka la hadla dhinac kale marka laga eega waxaa ka saamayn badan madaxda siyaasadeed oo maamulada haysta madaxda dhaqanka oo qabaa'ilka horjoogayaasha u ah dadka maalqabeenka oo wax weyn ka geysan kara mashaariicdan inay si weyn u hirgasho dadkaasina dowrar waaweyn bay leeyihiin oo ay wax ku qaban karaan arrintaa haddaan ka gudubno waa la iswada kaashanayaa laakiin qolaba meel bay ku fiican tahay marka nin walba dhinaciisa ha qabto arrimo khuseeya dadka hawshan ka qayb qaadanaya kow dadka hawshan hoggaaminaya waa inay dad hufan yihiin oo aan hoggaan looga dhigin shaqadan dad le taariikh madow ama sumcad xun oo bulshadu ay si xun u arkayso waayo wixii in dadka la jecelay siyaa la rabaa dad la nicib yahay haddaa u dhiibtid waa mashaqo ta kalena waxa weeye dadka shaqadan qabanaya oo hormuudka ka ah waa in lagu tababaro ujeedooyinkiisa qorshayaashiisa wasaa'ilka la adeegsanayo siyaasadaha la raacayo maraaxisha la marayo waxaas waa inuu aada u fahamsan yahay khitaabka habka loo jeedinayo waxa la iska ilaalinayo waxaasoo dhan waa inuu kula fahamsan yahay haddii kale meel daran buu ka tuuraya waxaa kale oo ka mida dadka shaydaan baa ku tacalluqa suwaadda sheekhu uu sheegayey shaydaankaas oo mid jinni iyo mid insiba ah inuu dadka isku diro ama waxa walaalaynaya uu ka burburiyo waa shaqadooda marka waxaa la rabaa dadka mashruucan hoggaaminaya dad isu dheelitiran inay noqdaan
أيضا هل قبيل نقول هل ديجان نقول هل كوح نقول هل مركز ده سكوجيرة قيبها بلش هذا أورن قبيله يمكن الدوان ديجانه كلا الدوان سي عن شيطان كأورن قال هبل لا أما كوح هبل لا أما قبل هبل باوته يعني واتحدر إن دتك مشروع أن لجود دوينا يواء أيه ما دت قارة أو حنون قباء أو كارنتي لمبا مي إنجا أو لمبا لإن الدوينية وحاني واتشرة عامة قف كستا أنت يدون تها أشوك تها سامين بكل هذا كل جنب استاوينينا مركب وين سيدا لو فهمه فرصة بدن أو مشروع عن إنه نجح كينا يبقى تشرة وحكم ده إن بلشدة إن الله ورا عليه ولا إيش على السيو ولا مديه أو أي إسكاشته أو أي عقدة أي عراد كبحضه وشيء كليه اللي إسكو وافق سينه سومالي أو عدك هو إيمان إسحاق مجرد توافر صد أجر كإلهي وكوب حنا يشقد عن نواويه مشروع عن أما موضوع عن نصوص بدن وتيشيخ وهذا إنه آخر أي كم تعب كوسو أروري سومالي نوح بدن بكتيري أو تحيا ترابة خبر هذا إيو تجارب بدن نوالولي هي موضوع عن يوحك قبض كيسة دتك وناكسن وإنا وإصلاحيان أحلك بلشدة أيوة ترب ذيهين وحوين بين قبن كران هذاي إصدانتان أو أمي دوبان أو إسكاشدان هذا مش قلنا وحوينك ما أول بقار ولا أكسن بإسكتشو جو كوا كلامنا إسكارنا يا إسكو من أخرنا هذا مشروع أنا وحو كشقينا يا بلشدة أنت هذا ولا أكسن ورنا شن تقارض ماشي جو كتبه إن لا إسكو حرة أو أي مشروع إسكو كاشدان حابها إن عاونا يا وح كم إذا بلشدة سو ماليد قح كل عي جديد قال إني بدل ما يلا كل مين ودرالك أي تجين أما سفر هذه مشاكل كأي لك كل مين وح أكين يدت كذا يدل كذا إن أي شيء على إستان يحد جد بكل جزء من يجيب كره حي وحكرا كم إذا بلشنا علينا هلا ولا عليه وعدد حرير فر بدل كده حيان ومد ديند يا مد درشة يا مد نقن يا مد درسينيمو يا مد دنا الدنيا يا مد تاريخات يا مد إسكو مصير يا إسكو آية يهين باكر نحية مركا وحبلا بيوداعان منا كلام مارمان قبل قبل كمارمان مجرو قبيل قبيل كمارمان مجرو أرين تاس مركا وحي سهل إيسا دت كائن لولا رين كرو ولا إسكو كيني كرو وحكرا فرصة ده كم إذا بلش ده سوماليا دت عقد دلو خير درن بلده كيت صدو أنا قف وتشين كرين معها ودت بسيط أو حماسية وهديلك يوحي مركيبة أي نقص أقبحان وحكرا كم إذا بلش ده سوماليا ويكد عشي دق على ده سكية يعلى ده هذا dibaatada nabad galiyo ka imanaysa burburka dhaqaalaha ka imanaya arurtiyo kaaga kharaabaysa adoo qaxaya dibaatooyinkaas bulshadu way soo naxday marka xamaas loo mahayo magaalooyinka xataa la isku diriray qabaailka isdilaya inta qabqablaha oo ah inta isdilaysa dadka kale waa habaarayaan ama way dibsanayaan in badan oo kamida dareenkaas soo baxay een marka dadku waxay u diyaarsan yihiin mushkiladan in la xaliyo iyo kala burburkan iyo kala googo'an dadku dhan waxay u hilowsan yihiin marxaladda taariikhda ee madowbeyd in la laabo oo bog cusub loo furo taariikhda Soomaaliyeed marka qofka dhulka dhaxmara oo dad kala sheekaysta ayaa arinta dareemaya een inta hadaan ka gudubno maxaa caqabada ama mashruucan ka hor iman kara een caqabada ma jiraan baan oran karnaa hadii la soo duubo laakiin haday dadka qaar kood khald ka fahmaan caqabad way ku noqon karaan waxa la wado hadii dadka wada ay si xun uga tarjumaan oo tababar la'aan ama faham yar ku dhacdana iyaduna caqabad way ku noqon kartaa si xun hadii loo isticmaalo midalan nin haduu damcay inuu kursi ku raadsado abaabulkeeni deewal ugu garanaya inaad kursi doonaysid kuwa kale kursiga doonaya kugu shahiidayay nin haduu damcay inuu danaadu ku raadsado may waxaan ilaahay baa lagu doonayaa bas iyo aakhiro iyo in dadkaaga aad walaalay sidoo xuquuqada ka saartid wax danaadu yaanina uma isticmaali karo waxa kale oo kamid caqabad noqon kara shacabkeenu hadaan abaabul iyo isku dubarid iyo wacyigelin joogta ah jirin iyo isdhiirigelin waa dadka aan sabarka badnayn oo daalista badan baynu nahay marka in la isiraahdo baniga wixii waaba wadna muddo dhane miyaanay mar dhalayn baashan waa wax boqolaal sano shacabkeena gelaye waxaan inagu ogolaanay 5 sano iyo 10 sano Soomaa wax boqol sano ila gelaye ama ka badan hadaan 5 ku xalin karno ama 3 sano waa inaan u samirno maxaynu isticmaalaynaa iyo adeegsanaynaa waa tiro badan yihiin wacyi gelin ina walba oo loo isticmaalayo waxyaabo fara badan muhaadaro nadwo
مؤتمر أما شروين خطبة جمعة دورة أما كورسوين إلا قبطو تببرو إن دات كلاسيو ترتنى إلا قبطو قبايا إلا تريو مثلا يسوغان مقالة لقرو بوغاق لقرو قسوين لألفو إلا سمييو تمثيليات أما وحالة تشيلو فيلم وثائقية إلا سمييو إلا كينو خساره يرادتك حما قبيالة دكتنا الشيء وأن حلو حكا شيقني وأي كمد أهيد جيريدا فرها بدن نافضا يهول قب كان فرها كبطي أي كمد هاي بسارد يفقر يدتك كل فنية أي كمد هاي دتك أقومو بي كوان أرى مشاء وبلان بلاي كوان قبل لمي دتك مورال شبي دتك بوفسك روحانتي بلايد كل عضي dadkan baduhu cunayaan ee rafaaday waxa qaxootiyada meelaha ku cadiban waxa markii filim laga soo duubo la soo bandhigo qof walba waa asagaba ka carari doona baasha khayr darradeeda qalabka warbaahinta noocyadiisa kala duwan loo isticmaalo kuwa ugu muhiimsan waxa kamida qawaafil jawlaat socdaalo in la sameeyo dad xul ah oo culimo iyo oday dhaqan siyaasiin suugan yahan أقول يهن دت حلقة ورباهيال وفد أو تراء أو جديد كذا وتأوس عنايا وهذا ملتقى يقول سورة وين يو على ملو سورة وين يو أو مثلا قبيلة أم الديجان معينة كتجية أو قبيلة ينك الديجان هذا كلا سام مريه أو أنت تي في يد ونشرنا يان أو باهنا يان بلش هذا سام هذا ودت آد يسوي بدلي أق أو سامو بأق مركي دور وفد أو نوع عاسي أي كجر كجر وقب حال ملك استوى سوى مالي جوكتو رأسا على عقب وحنا ويس بدليا وأنا أهل مجرد سامين تأيل هذا هاي إن يلو الموضوع عن جار كوهين صعد على ذا دعوة ذيد يسلاح أنت هاي هدا وحنك دعوتين وحكم ذا تي شيخ محمد عبد أمل أوكم مري قال بيد يوقوي يبري سوى مري وقول دير ومال والبعد وقيدين سيدان لوغو سورنا ويهي دولدي هي مامولا دي كان إسنا علماء دي كان عصدتو بلشادة حلقة دي إلو مكة لهارين كوار رما هاتل كأو شيخ محمد كاليقي سعونا يهي هادين لباتاني نقول لها إن أمشانية طبعا أو قيبها بلشادة أورنا أو إسكو هالفرهي واتا أو ركسو معد إيا وجي بلشادة كله isbeddel imi saleego oo meeshay marayaan iyo tuuladay marayaan iyo meeshii lagu soo dhaweeyaba waxa Soomaali warbaahin ay leedahay wada baahinayaan hada xusuusantii ragina waaweyn xilliga carta shirkiisa lagu qabtay Djibouti carta shirki lagu dhisay dawladda TV gi loo sameeyay suu Soomaali meel joogtaba isbeddelka ugu sameeyay marka waa arimaha ugu muhiimsan oo saameynta sameyn kara in la isdhaxmaro gaar ahaan kuwa hadafka gaarka ah وحكم ذا يعني وحيابها يجنا إلو أذا كسان كرنو حري وحيابها بلوش هذا حري هذا إذا حوجينا يا يعني إنا إنه بدين وحكم ذا كلا جور سجينا سوى قلنا بري عندما هو سوى سيف على قدر جور كي وحان ربنا إلا يلا هذا خير نيروبي من باس إياه نكورو إياه وغيران من دارا إياه حتى جن إياه وجر سوى ما قرن يعني كوا جوجا محمد كوا إراه ذا إثيوبيا ساسو كلا هيالن كوا جيبوتي جوجا هدي لا يسوى ذا قدبنا وابا في عنا الله oo waxaan hoose hoosaydaayo guriga lagu soo noqonay guriga noqod baa la dhaaf Soomaaliga guriga noqod ka ila daayo marka xariirka xudidnimo iyo abtinimo badan baa iman lahayd qabiilooyinku xariirro dhalasho mid abtinimo mid taariikheed mid xilfi oo soo dhaxmaray waxaas oo kale in la sameeyo in laba laba qabiil loo walaaleeyo labadina qabiil walaalaatiin laba magaalo in la yiraahdo waa la mataanay sida hadda la isticmaalo waa isbooqdaan oo isu tagaan قيبها بلشدة أو في الفرعون إن كوا رينا يروبي لغو حرة مثلا كوا هي كم بالا أو اللي هذا أرداد هاي سبقة تو علمان هاي سبقة تو أذا ياشو سبقة جراسو سبقة تو إسكو حر نوع عاسو كلا اللي ألفه قيبة كان نقول كرتها وحنا بها نستعمل إنه واحد كم إذا بلشدة عاطفة دي هذا إيه نخوة دي هذا إلا كعيو أو يدرين كذا إلا كعشو وعدي جا كم إذا وترغيب يترغيب إيش وجرة عقل أهان إلا قن عيا كم إذا يتاريخ دي إلا جو الرمي يتسالين دعاء يا هبار إلا أديك سده سواء ما الدعاء يا هبار كأد بوجه جانس أنت مركا إنك مشروع عن كقيب قاتة وجوه دكوب يود دلالة ولو دعائنيا وما دو لم بود دعائني سع ولم دو بود دعائنيا إنك كهري ما دو معارضة وهبار إنها على أرنيا سول كي قريو قابتين نقب على أرنيا سواء ما الدعاء عبتها سواء ما الدعاء ما قد أنا أذكر
magaalada buulaha waa waxa la iga sheekeyay muqidaad qalabkan waa weyn oo wax lagu dhisay iyo dad wata baa qolo ka dhacday markaasaa wadaadaad joogay meesha in arrintii wax ka qabtaan bay damcdeen oo ciidan bay ku wareejiyeen oo arrintii xal waa loo waayay markii xalkii adkaaday culimmadii qabiil shiri xagga mar wacdi sheeg nag markii khaati laga istaagay baa nin odaya oo suufiya bay dhaheen war niyow saasaa tigteen sheekh ebel mise yeela shiir galabta markii la isu yimaado aniga ii yeera baan idiin imaanaya meel haye meeshii buu yimid albaabkaas markuu ka soo galo qayla afka ku shubtay cirkow soo dun dhulkow nala go below imow reer hebel iyo reer hebel oo dulmi isku kaashaday oo ilaahay diiday oo muslimkii dulmiyey belay dhac hal marba afka la qabtay walle markiibaa hore laga dhiibay alaabtii wixii wacdi iyo culimmadu caqli iyo qabiil halla shiriyadii oo dhan odaga habaarkiisii ayaa ka adkaaday marka habaarkaasaan isticmaali doonaa insha allahu qofkii muslimka dhibayana bela degdega inay ku dhacdaa la rajaynayaa kii nala shaqeeya ilaahay khayrka u wanaajiyo waxaa ka mid a bulshada in la dhiirigeliyo dadka khaasatan mashruuca ka qayb galay oo la ammaano iyo juhuuddooda iyo waxqabadkooda ama qof ha noqda ama qabiil ama shirkad ama maamul kuwa ka hor yimid la magacaabi mayo laakiin ilaahu wixiina mucaarada saasaa la dhahaya waxaa ka mid a bulshada in moralkeeda kor loo qaado oo wasiilooyin badan loo adeegsado sida waxyaabihii iyo wax isu keenidii iyo wuxuu hirgalay oo dhan waxaan filayaa waqtiga waga dhammaaday ee siyaasadaha la raacayo waxaa ka mid ah in laga dheeraado in la sheego qabiilooyinka iyo gobollada ceebahooda la sheegi mayo ee dadka ay jeclaayeen oo madaxda u ahaana marna wax lagama sheegi karo xataa hadday daalimiin iyo kuwa khayr daran ahaayeen lama raba dadka in la kiciyo oo lagu kiciyo qabyaaladiiyo belada ma baalu aqwaamin wixii xumaana innaga oo dhan soomaali baa isla leh wixii fiicnaanana qabiil walba fiicnaantiisii iyo gobol walba iyo deegaan walba baynu sheegaynaa waa ku ammaanaynaa waa ku dhiirigelinaynaa nabigeenna isticmaali jiray dadkoodii cilmiga lahaa hogaamiyayaasha ahaa ahaa maxaan ku yidhaahdaa abwaanada kuwii halgamayaasha ahaa kuwii deeqsiga ahaa kuwii dadka heshiisiin jiray waxaa ka mid a xoogaa inaad isku duudaan baa la rabaaya markii aynu meelaha iyo dhulalka kala duwan marayno in lahjadaha la isticmaalo meeshaad tagtay haddaa lahjadeeda xoogaa garanaysid haddaa kulahadashid saamayn bay leedahay dadka iyo qabaa'ilka in la bartay iyo deegaanka iyo taariikhdu waa ka mid oo ragga hawshaan ka shaqaynaya ay bartaan dadku markay og yihiin inaad si fiican cumqigooda u ogtahay wax badan bay kula tafaaculi doonaan ama kula falgeli doonaan insha allahu tacaala waxaan ku gabagabaynayaa marka inaan fii khitaami almawduuc inaan idhaahdo barnaamijkan ficil buu u baahan yahay iyo tadbiiq siduu sheikhu u yidhi nabigu tadbiiq buu sameeyey soo marina calayhi salaatu wasalaam dad caawa go'aan gaara oo ilaahay heshiis kula gala oo janno ku raadsada oo daacad ay ka tahay inay arrintaa wax ka qabtaan ilaa ay arkaan dadkeennii oo walaalo isjecel oo isku duuban oo cuqdad iyo colaad aan isu qabay ilaa heerkaa laga gaarayo dad go'aankaa gaara baan caawa u baahannahay oo jannada ku doonta oo weliba shiikhuna uu u duceeyo insha allahu intaanaan ka bixin raggaa horta waa loo baahan yahay tilaabada ay qaadanoo kale waa inay isku duuban yihiin oo isdoontaan halka keliyana ma ahna meel walbo soomaali joogto lagaga howlgelayo insha allahu tacaala barnaamijkaa marka rag buu rabaa wixii la doonayo in la hirgelayana rag bay u baahan yihiin waxaa kalasii horeeya nin walba inuu go'aansado walaalnimada inuu isagu naftiisa ku fuliyo iyo inta uu talada ku leeyaho reerkiisa u horeeya iyo ardadiisa iyo shaqaalihiisa uuna dadka kalena uu ka daaweyntiisana uu ka qaybgalayo waa intaa muhiimaddu marka ciddii caawa diyaara oo ishubta oo qabyaalad dambe aysan soo marayn oo daaweynteeda ka qaybgalaya oo caawa shiikha aan u duceen idhaahno oo muslim kastaana uu u soo ducayn doono yaa gacanta u taagoo diyaara caawa nin ishubaa la rabaa laakiin beenbeenay lama rabo rag ninkii ishuba si fiican ha u taago ninkii ishuba maasha allah wa raggu waa dhaarsan yahay dumarkana caawa beecaha laga soo qaaday iyo caruurta insha allah iyo ardooyinkiina jazaakum allahu khayran wabaaraka allahu fiikum assalaamu calaykum waraxmatullah wabarakaatu su-aalaha waynu aada baynu usoo gaabinaynaa insha allah culimmaduna waan maxaan ka codsanaynaa inay jawaabaha soo gaagaabiyaan waqtiga oo gaaban awgiis
سؤالها كوبات وحال يكون صعدا وصدح سؤاله دحين إن شاء الله ويدين دورنا شا محمد عبدومر. سؤال شكوبات حلي هي السلام عليكم شيخ. قفكو هدو كل انتو دقال قبيل أما ميل أما وميل وحكو بحيو مال وحكو بحيو وما حي عقاب رب الشيخي أما رسولك اللقاء هي صلى الله عليه وسلم وقفك عصمدان أيه كما مثلا كصاب سنة جزيه سيئي أبال كيسا قفك هل كاركو بحا أما وحكو بحيو هي اللي ويدين يا شيخ إذا تفضل مشكورا. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين. جزيه سي أبال كيسو وحويان فتنة أو كقيب قلي انت أو كولي هي أيو أبال كيدا لي حولها دبك اللغوشي ذا يهدو يساقو بحيو دبك شيد ميا ساقا دم بيجي سيسكالي ديك حولي سلقو دادي أسجع دم بيجي إسكاله. ميتك الرأي يقوك تاجري وثلاثة الله تاجن ومدة كل شبينة يا. إسجعنا وحي كرنا شت ثلاثة إساء يفكر كيسا إسجع إسكاله. نبي جن روح رسول الله عليه وسلم وحاجي للروح. قاب تدبك كرنا عيسو شوغا. لكن أن دنبك الصحيح بكلها سيدي صغو مقانو كالو كدغي والروحي والروح ميشة شوغا لكن وحن كهاني دبساني يعني وحبكو درساني صغو مقانو كالو كدغي ميد مقام باتشيرو قوبتا يدبك دعايا كم مقام هادانا ميدك كودح شيري قابانا يلا دنبيا وكي وميدك مقام ee waxa dhacay raali ku ah ka sameeynaayo la dambi laana rida bil kufri kufrun war rida bil maasiya maasiya gal lima hadad raali ku noqoto meel ka jirta ood ku qanaacdo galbaad maasiya meel ka socota hadad ku faraxdo ood ku qanaacdo waa maasiyada dambigeedi baad leedahay sidaas daraadeed xoolaha aad dagaalada kaga qayb qaadato iyo talada aad kaga qayb qaadato waxay ku goysaad ilaa agtiisa ku leedahay والله أعلم. جزاك الله خيرا شيخو موسوك هوي قفك على خاب تيسا سؤال شلبات شيخ محمد بحويان شيخ دينتم حيك قبطا إن قف مسلمة نسب كيسا وحلق الشيخو إلى هير لقارسيو إن قور كلو ديو ذاتكو سيدو نبي قولي صلى الله عليه وسلم لما انتود آدم بردلي هذا من عروك سوتشي ذا عد نصب كغفل لبدن ما تشيرتو لكن وحلوك كغفل لبدن هاي ولك عبسك إيمانك أخلاق ذوي سيدا استراد إذا حقيرات بني آدم كلو حقيرا نصب ك سيدو نبي قلت المامي صلى الله عليه وسلم وقضى بضى كدم بيا جاهلية دي دين لأنتي وحيالها كدم بيا كمته سلام كوه الرئيس وعن النبي كتر ما صلى الله عليه وسلم وحياله حنحن وآذو الليتا ومدى قار كم إذا أين كتك دونين وضطون هايستل أركي دون ولي قد عندما من دوني بو نبي كتر ما صلى الله عليه وسلم سيدا أصدراد نينا كمان نسبرونيت نينا كما قيمة بدنيت وجاهلية دي لغرد حالي قال هذا لغرد حالي وإن المجتمع دحدي سكبا بعضه waxa ka dhalan karaay oo muamalada ah oo guurka ah oo la dhaqanka ah adar maxaad kaga fiicantaa diin haday taqoto waa liidata haday dhaq noqoto waa akhlaaq xun tahay haday fidna noqoto waa fidna badan tahay ninka qiimo badan ka diin badan ka qurux badan oo ka xoolo badan oo ilaahay kaaga dhaw baa inta soo istaagtaa waxaad leedahay wuxuu ahay nasab matiin يا الناس معلقة أنصي ذي صورنا ذي هذا الناس مقارني يبغون يسمع أنصي ذرا ضغط الله ورك واحد جاهلية ده وحبه أنت هاي وقضى بضى إن أذ الله لدى قالما أباهن أنصي وذا تشير الله لدى قالما أو إن لبه بيه أباهم حن أذ وحمه هاي إن هي صومالنا
walaalahoodii la dhashay qaar kamida ay dulmi ku yasaan ay ku xaqiraan gaalana ay ugu can hadis oo ay tiraahdo hadii walaalihiin sidan idin galeen annaga idin dhaanay noo imaato soo nasiib xumo ma waa nasiib xumo weyn waxaas in la baabiyo weyn waana dambiyada aadka u waaweyn bay kamid tahay aathaarteeda iyo raadkeeduna ma fiicna dhibaatooyinkana haysta ee dal iyo dadba haysta waxyaalaha ay ka dhasheen sababtoo ah waxaa ka mid ah dulmiga dadka loo geystay qaybo muhiim ah ka tahay laana dulmiga midhihiisu waa kharari wax xun baa ka dhashay wallahu aclam allahu khayran su-aasha saddexaad ee sheekha aan weydiinayna waxaa uu hadal dheer weeyaan sheekha ayuu iyo culimmada ayuu u ducaynayaa marka koowaad dembigiina iyo kii waalidiintiin baa laha dhaafo su-aasha ducada kadib intaa kadib sidaad ka warqabtaan ummadda soomaaliyeed waxaa isku bahaystay cadow kuwaasoo duulaan ku ah midnimada wadajirka diintooda iyo dhulkoodaba intaba mana muuqato rajo laga qabo soomaali dambe oo mid ah annagu haddaan nahay shacabka soomaalida ah dhagahanagu waxay u duleelaan culimmada keliya waana iyaga kuwa aan aaminsannahay in soomaalida isu keeni karaan marka laga soo tago in muxaadaraad aad ku qabataan nairobi iyo meelo kale maxaa idinka hortaagan inaad tuulo walba iyo deegaan walba u tagtaan oo una sheegtaan dadka in masiirkooda halis ku jiro ayna ka tashadaan su-aashaas sheekha cabdisamad baa iska leh sayidi ma aha saxwlaakiin intaana mikrofoonka gudbinin gacmaha taagteen baa wax igala jira gacmaha taagteen waxaan aada uga baqayaa baarlamaankii soomaalida inta lagu dhaariyey inay dalka iyo diinta iyo dadkaba daacad u noqdaan oo kitaabka gacanta saaray markii guddoomiyaha doorta la yidhi lacagta qaybsaday ya kuwa inaan noqonaan ka yaab soomaalidu waxay yidhahdaan dabaalxumada hiriqday ka bilowday ninkii maanta lagu dhaarinaya kitaab qur-aana gacanta saara inuu dalka iyo dadka daacad u noqonayo ayaa tilaabadii ugu horreysayba laaluush urursaday marka insha allah gacantan aan taagayno tii baarlamaanka haysa noqona ya gacan dhab oo daacad ah oo qalbiga ka soo gooday oo lagu noqon dooni insha allah ha noqoto tabiicaadkeeday leed waxaan la yaabay malaha ruuxa waxbarashadu waxay u kordhisaa dhiiranaan xumaanta lagu dhiirado qabaaisha sidoo hadda sheekh axmed sheegay sax qabaaisha iyo caamada iyo odayaasha iyo markay masaladu timaado dhaar dhaar markay timaado wixii gacantooda ku jira waa sii dayn jireen waxaan xusuusnahay waagii aan mandheera gallay beelihii ku dagaalamayay oo aan bil dhex joognay ayaa maalin maalmaha ka mid a waxaa nagu adkaaday beelihii mid ka mid a hawshii baa noo furmi weyday waa nagu adkaatay waa isugu tagnay waano qur-aan ku akhri nag markay noo furmi weyday baa waxaan idhi odayaashii beesha matalay kaaley waa idin dhaarinaynaa baan dhaar kitaab baan kala bixinay weyn oo ballaadhan yaan miis ku kala bixin odayaashii saf soo galanay odayaashii markay kitaabkii oo kala baxsan arkeen waxay yidhahdeen culimoy xaq iyo xaq darraba dhaaran mayne wixii nalaga rabay bannaanku naga yaalla waxay noqotay keeskii inuu halkaa furihiisu ka bilowday soomaaligii mutacallimka ahaa ee siyaasiga ahaa qaar xataa wadaadaa ku jira kitaabkiiba qac laga siin kadibna ka soo hawshaada ka qabsa waa aafaadka in haysta iyo burburkan iyo dhibkan sii laban laamaya waxyaalahaas an kowka sheekh axmed fadal bismi illahi raxmaani raxiim sheekha su-aasha ku socotay oo ahayd halkan muxaadaro keliya in laga jeediyo miyaa maxaa u socon weydeen oo tuulo walba u tegi weydeen
وحالتها الشيخ محمد يرقي الأوران لها معها جولدة الشيخ يلح يلباتن مقاله أيام فيليا سعود كاس إنو كل يسكو مري إن ديبادها ميالك استو سوى ماري جيكتو انتي سورة قلقه وحانو ملاينا ميران علمادو عقلقين سندو البايناني تشيرين وحق سعود كيريري قلنت أي أبابلك تاوارين علينا إصلاحنا وكا حدا من إيرك الشيكين يأيو ماله وقفوا ودن كينيا وإصلاحه التجيين لنا شقده عملي وحنا سي كما دنبيس عن أحلنه وحنا مهم إن أجانا مشكلة داني ما هلا بشر وهد استدلي استدعي الأرنا يكليه أو أنت سو جورا لسنا يخير يوله شيء سي مشكلة دون كم دماتو لكن مشكلة ده فرق لجا أبعد أمانيس كراستة كلاقي بيو بيش عالم كشير السنة حل نقوم ويدي ودوري يلا بعدين سنة أنت وحقيبنا يين ولنا سيدي بيبهاش أبوكتها إن ربع هان وعد جاء يو تو يدو حباي ترى يار وكلمة دل الشيء دينا يو دد بدم بإلهي قلبي قوضا يا مسكح هذا يا درين كذا بكو عن فعيا أو شرك يا حنانتي إسكدينا يو كهنون يا وقبيارد الحوار كوب بحرين وعن كده قال لمن كلمة دا مركب قيمة يكفر لدا هو أنا وحى الله إنه أدري وإلهي إنه يرسمي هذا سنف الله إن الله إنه ما أدري إنه وامد كله إن حل كما دم بيس محان جاري ويني مشكلة دينه ومشكلة رقنه وسلوكنا يفهم كنا يا دارين كنا أيابا إسكاه بلشين الدجال بإسكا الديارة حتى لسوي دين ما يوإسكا قمامينا مركه هذا برنامج كان قعنت أين أتاجني لبره رأدي شيء سير إنسان مجرو تدع كراس أقيبنا إنسان مجرو وعد كليه إلهي كبر وقبيال إسكا دايرة معها برنامج تربية أو توعية أو تطبيق ولا المدى لهير قلينا يا أو تيشيخ وكور رمي نبيك إنو كوري على سلام السلام بان ربنا إنام بلاونا تانك عانت ما أنت أتاقنا وامداس هل كان كما إنام بلاونا ودنك إنت عن حصوصنا هاي مقدشو إلى يهر قيسا ما قالوا ينك مهم كاهو كويا لوح يرمو يئه ساسا قعانت اللو وذتاقي قديا ما قالوا ينك بدن كودا لقى السمييي قرشه وإن قلوا البهوس هوس أهول قرشه وقبيالة دميدة نو يميدة فوق تنو باش دبضن دتك درس كأنت وذا دقنب آد سودي ليس مركب برنامج كان عاو آد قعنت أتاكتين إن شاء الله حدينا كدال وإنو كنبينو وإلهي لك عشانو اسكدو بنانو حلقي كما دنبستا إنا نكوغارنو أيان رجينينا وقب قبلنا إنا دقال قلن وايو موريانا إنا دقال قلن وايو كراسنا إنا دقال قلن وايدو ولا على استعال وأنو جاره كرسي جاي إنه كفي عنه أنو ليبنا إن شاء الله كاسر أسعنا لكنها كده لنا جزاكم الله خيرا. لجان أما جديو وتعن مدين تأمضة صوماليات ولماذا مركي ميدودي كتب. بسم الله الرحمن الرحيم قلت مشروع عن علماء وكو جرت سمينا ان كل جنب وين كو سخدان يا علماء كريبي علماء سياسيين في كل مشروع عن ومد لو ولاالين ايي كو جيران الا ابو بكر ايو عبد الرحمن بن عوف هذا لقى الربي العشرة المبشرون بالجنه كو جيران اصحابتي بعادي هيك بان الاول على يسو موجودين مركا انا قبيل كي ربانها هادين deegan kay rabaan ha ahaadeen culimadu dadka la walaaleen ay ku jiraan horta qayb gaar ma hadaan u niraahro dumar kale qaar loo soo walaaleeyo dhalinyarada beerileyda culimada maqaaxileyda taa kama shaqayn karo waa lagu daalayaan marka kulligeen ba isla walaaloobayna mashruucaas waa mid hadaan uga jeedaan culimadu iyadii baa kala socoteen maxay dadka culimada wada shaqayn iyo isku xirnaan baa jirta anigu meesha aan ka imid shirar baa jira هي أدق علماء القوة الجراجرة وحيابها عام كهومتها استجوا لقوا ذا هول قال كتاب هذا هذا نقول بميل بكتاب كآخر يا زوس اسمه ما هو بهال كتاب لا بعتر الإسلام آخر يلا إذا ما بقولن نقول بدوك سجى سرقار بقول لقى حرتي سرقار بقول هاي استا
دينتنا يسوع كذا شقيا وحي عامنا وارسكاشدا هديه جماعات كإسلامي ودعوة هديه المشايخ دواوين ودنك هديه هيئة تعليق هديه دتك أهل الخير كه ويسكو بريه وارسكو ورقة وارسكاشدا وين إسلام ما يستريار ونبم ملبو كهيا نك باديها كهيا دكسي يا متك باديها دتك يسوع مهرينيا يا متك محام كل هذا دونك دبديسا وقر سورة يكو إسرع عي كل مسألة حد بينها يعني كيسكول هي مركز شقلا سوى سقطها ولا لماذا جود نقولها أنا قوتنا إن شاء الله تعالى يعني إلى وين جزاكم الله خير. عرفت ليش جرت إذا كنت تبني وغيرك يهدم هذا هو لسه سعيد كلنا يدمين لسه سيكون لما يستر مساع محيط تهيسدان ولماذا وان سلام يا سلام كدي مدعوينه يمدبا هذي أي سماين يان أضيع الأغمات خرلة سدابي سومالي دو وقتي كرتا قبيالة ده مرك قبيالة دي بالله تأصيلنا يا سين وبربرين كرناوي نهرتا مشروع لأنه هذا سيدا أول سين يعني ما بقى نين هبل باسا يري هل قدو له يقول هبل اسا يا شيخ ساه لا قبطو يو مدحوينا وحسب ما باها انغا ايا وحان او ديارسن هي ني ولبا سو دور انو انا كيره قال يا مسلم با نين كسو دن له مفعول به سو نحو حكم اينا دغن بول شو قف ولبا سو دور كيهلي كرو او مفاعيل اه بين هورتا اونا لين مالك ابن النبي الاورنج لا وحا لا وري انو ييري مشكلته استعمار كما اها ودينين إنه أدوم كقب صدق حولها كقاطع صدور كاير إنه دمع كرا مرك لقوا ما أدين كربولية إسقى مشكلة وقابلية الاستعمار هذا واحد ديار أطاه إنه لقوا أدون صدق أو لقوا هرتم مسكين بمسكلا فورا لسه ما يدام قل مشروع أنا وحو كوس عدا هدي قال هبل سيودو شو يهدو نين ملحوينا يمادو يهدو نين كراو هنجوري ولا يمادو يهدو جاجوس يمادو نن إنا نؤود ويا لندت كأن سود دار إنه كير وعبد الله بن أبي بن سلول كشيخ وكشي كيني هي منافقين تي مدينة دجنا هي محمد كل هذا يهودي مدينة دجنا شقدوا وين وحي أهيد مؤمنين تيني كرجيان أو إسكدران أو نبيك كدران أو مدة ضعيفيان أو أي جاج أنت هسه شقدوا ذو أهيد مركي نبيك أصحاب تي سوى لي أو استشعل علي oo heer nafta la isuhuro iyo qofku wuxuu u gaajaysanaa la isuhuro la gaaray meel laga galo iyo meel la isaga dira la waayay wuxuu yaro ay qaribaana markiiba nabigu waa kaas sidoo sheekhu sheegayo ka hortagay inagu waxaan rabnaa yahuud iyo munaafiq iyo jinniba haduu isu yimaado inaanina isku keendiri karin oo ina kala geyn karin waana mashruuca ay macaawa gacanta u taagno jazaakumullahu khayran assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatuh sheekhu ducad waxaad حاد كلمة داس أو أحد أما تين أنكو ختمي إن سدح ذي هبين سو إني أحد مشكلة ده عن شيء إن يصير لغة بحكرة أو أي كل صاب سنة إلا بقى ضبط كل صاب سنة ده حسيد النبي داوي صلى الله عليه وسلم وتساله هنا إيو خطوة عملية أما طلابه أي إنه إنكو طه إنه نقاد إنه سين مشكلة ده أوجا أتكانه أو إنه أوجا جدوبنه أوجا طلاب سنة وحين أنكو صاب ختمي أسئلة دي سداس وحين أوجا ما تين ندوة أي دين صادق عارسي دين صادق وقابسي مؤسسة الإحسان للرعاية الاجتماعية ومؤسسة دعوة وعلماء يا شعب كذا هذه شر شعالين يسكن تو سيبك لفائدستان دعوة لنا نظام الساعة أو مرت سكوها جاتيسة سيعي وها جاتو وعيون نقطة هذه شر هولين أول والبين بدي ناقب صنطة فرش الآن وح قبسوم يمشي تو شيخ وكاهد كشكي خطوات كي تلابوين كعين وح والبوقب عناي marka intaas ayaan ku soo xatimaya in caawa way salaadeen inuu tukaneeyna hada wabillahi tawfiq wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin shaykh zayf li tafadhal mashkur du'aadu waxaan u maleeynaa haddii qodobkan gacanta u taagnay bay ku sameysan tahay ku saarsan tahay intii khayr ka shaqaysana allah liibaan intii ka hortimaadana allah soo hanuuniyo وبالله التوفيق